مش هينب عليه؟ لا مش هي. الله هديك جايين احنا ذول بيروح دورة المياه ولا ياكل ولا يفطر ولا كيفهم عمي بعلي كيف خلهم كيف كيفهم بتجنن انت وياهم بعد ما بقاعدين وين بتجننا خلهم نايمين خلهم لا يركضون يقعدون ايش حقه واقفين هنا احنا خربهم انه مريض خربهم مريض وخربهم ما اعطيهم حريتهم على بيت كيفهم ايش دخلك انت اين دخلني بعد انت الحين صحيت من النوم ولا ما صحيت؟ انا صاحب زمان كم دليل؟ كم دليل؟ دليل خمسة أربعة ايش فيه؟ أربعة مسوي كذا ولا؟ لا مسوي كذا ما بكذا الله هديكم قاعدة عاد قاعدة ابو علي خلهم يولون خلهم نايمين بنزل برقى لهم بالعقال بلا يمهم شو اسوي لهم؟ شباب نايمين خلهم يبقى نايمين انت نزلت دورة المياه كلت انا نزلت خلص ما عليك منهم شوف رجدني انت وياهم ترى بعصا بلاي ما كنت وياهم عاد شلون عدل انتبه عدل عدل اي تخبر الاول اي غير يبا تخبرك اول اي قل خبرك اول اي تغير بعالي اي تبل روحك يا ابو علي قاعده وعدتونا قاعده والله يرحم والديك يا ابو علي خلهم نايمين انت 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 يا بلك دباغ انت وياهم لا احنا ادور لي تليل وين تليل شابه بدور تليل بلاي ما كنت وياهم شو تلايم يا اليوم شايفنا مبزار ابو علي تلايم شايفنا مبزار ابو علي تلايمنا تتسنع ولا بسنعك انت وياهم زين خلاص 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 اصبر 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 تبي تصحيهم انت اصبر بروح البقاله وباجي انت صوتك ضعيف يا ابو علي صوتك تعبان بجيب لك شيء يساعدك يلا عرفت صوتك راح اسرع اسرع راح اجيب لي شيء يساعدني راح اجيب لك الحين اجيب جيب لي سير ولا شاي لا 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 بجيب لك شاي يقوي صوتك يلا. بس عشان يلا. تسوي ازعاج لا لا اوكي طيب بالمشاكل يا بعض انزين سؤال ليش تبي تصحيهم ليش؟ يقعدون ياكلون يقعدون ياكلون ولا انت تبي تاكل؟ وياهم لا ما قعدوهم ما اكلنا لازم وياهم عدل عدل وفي يمك ايش تبي تاكل ايش تبي بعده انا اجيب لك فطور اللي تبي ابي رز شاي يهبط البطن وبس رز ولا غيره ولا همبرجر كذا رز صباح وش دخلك انت ايش دخلك مالك شغل بيا الاكل فيك انت كذا رز الصباح يلا يلا خلاص عليك العافيه انا اقول منين استوت ذي ما شاء الله مالك شغل مالك شغل فيا عادل قل له نصحى في رز من الصباح عادل احد ياكل رز من الصباح الجاهل حتى الجاهل ما ياكلون رز من الصبح انا يا ابو علي شو صار صارت الكرشه وش لك هي انت هي؟ ايش لك فيا انت؟ سر انت لك فيا؟ لك فيا؟ مالك شغل مالك شغل مالك شغل فيا؟ يلا كلام عادل يا ابو علي كلام عادل كلام اقول لا خلاص خلاص بجيب لك شاي الحين تصحيهم من البقاله زين والله لا يخليهم يا ابو علي يتسنعون واذا ما قعدوا عندي بعد خطه ثانيه عندي مجهز لك ثلاث خطط يصحون يلا يلا ونطبخ كبس الصبح ان شاء الله كبس لحم الصبح نوقف الباص منه ونطبخ لا لا نزل لا نزل ميكروفون يلا قام شف انت تقول قعدوا وعويد اللي يقول قوموا واحد وواحد شغل النور شغل النور شغل النور يلا يلا قعدوا قعدوا قوموا قعدوا قوموا قعدوا قوموا
يا عدو قومي يا عدو تحت 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 قومي تحت تحت باقي ابو ابراهيم وبدو ايش يا عدو قوموا قعدوا أخي سهر وتعب والهوك وتاقة تصوت في اللي في هالعجي بس على وجهك يا شبت نخرة وين؟ وينه؟ ما تمرون اثنينكم دقيقة اصبر بس بيقبلكم علقوا ايه ما تستحلوا وجهك انت ما تستحلوا وجهك نبي صحيكم يا عمي ابو ابراهيم صحينا بالطريقة كذا تعب وياكم عمي ابو علي تعب وياكم تعب وياكم ما تستحلوا وجهك عندك لا 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 انا فكت وياه وسع صادق تعوذ من كله بجهاله طاطا شوف 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 من الطريق منه 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 تاهل من الطريق منه منه شو السالفه لا حد ينام ولا حد يقعد ولا حد يروح ساري نايمين مرتاحه يلا شباب يلا يا شباب يلا يا شباب يلا عمي ابو علي خاطره يطبخ رز الصباح كنت اللي بقعد كذا اللي بقعد تعب وياكم عمي ابو تعب ويانا اقول لك عمي ابو علي ناوي على كبسه خلي الكبسه لك راح عندنا كبسه وصلنا بس كبسه الصبح كبسه الساعه 9 الصباح اي مسكت مع ابو علي يلا يا ابو كيان والله ما مرتاح اجد معك شبعت نوم يلا عاد قوم عاد بتقعد راح فارج عنا راح انا انقلع اي راح حماده شو تسوي؟ قام شوف في تحتك عقال منه عمي ابو علي ما في فايده ما في فايدة الأسلوب المحترم ما يجي طيب انزل منا عطى واحدة ابو علي عطى اصبر هذا البقية ابو علي البقية من ورا نطالع ذا الدب ذي تحداك تحدي ذي اقوى بعالي اقوى ذي بالادب ذي البقية جم 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 يلا انزل جم بدويش باقي ما يا عيون لك كذا اوكي ابراهيم يا ذا سوي نفسه نايم هو شيء باسم 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 با
اصبر. احنا قلنا خلاص خلاص لا يقوم ابراهيم، لا يقوم ابراهيم مسموح. تعال تعال ابو علي، تعال انفذ بجلدك يا ابو علي، تعال تعال. مسموح ابراهيم؟ اي مسموح مسموح مسموح. صبحكم الله بالخير يا شباب. ايش فيكم؟ ما نرتاح. شمي انت؟ ايش فيكم؟ صحيكم حق الفطور. انت صحينا ولا ما نبي لك شاي؟ ولو الفطور عاد عيش. يا ابو علي ما تسوي كذا، يا ابو علي ما تسوي كذا. يا ابو علي نطبخ الحين. لا ما بدك كذا. يلا. قلت اسمعكم الحين. ما تسوي كذا اللي بيصحي. ما تسوي كذا. خلاص 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 ابو علي خلاص. يلا 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 شباب. سوبر ماركت. ايش تبي يا ابو علي؟ نبي نطبخ عيش. ايش تبي يا زبا؟ عيش عيش. ما تتكلم ما تتكلم ما تتكلم ما تتكلم. ترفع صوتك على عمي ابو علي؟ ارفع صوتي عليك انت ابو علي؟ ما ارفع صوتي. شفت ابو علي شلون رفع صوته علي؟ علي انا. ما بالك انت ابو علي؟ علي هو علي انا. مو تكلمتك ابو علي، مو تكلمتك علي انا. هلا بالي خلاص. سامحهم سامحهم هالمرة عشاني. شباب يا شباب الله يعافيكم، انتهت الفسحة بصفرت لازم. راح راح والله. شنكم شنكم صفين على مقصف ما له داعي، واحد يطلب للجميع. خلاص شندك خلاص شندك شندك. اسمعني عاد اسمعني، تبه تمغط يدك. انا صبور بس اذا انفجرت انفجرت. وين بتوديني فيه؟ الله يتكرم ان شاء الله. اسمع المرة دي انا سمحت. المرة دي انا سمحت لك، لكن مرة ثانية لا لا خلاص. بس يم الشباب بسوي نفسي قوي. يلا راح راح حبيبي حبيبي. يلا حياك الله يا حيدر. اي معاهم